نرجع تاني مع بعض، وقبل ما نروح لاخبار المنتخب نروح لاخبار الزمالك. اتكلمنا شويه عن النادي الاهلي وناقشنا الموضوع من مختلف الجوانب، جبنا اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي، وبعدين جبنا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، استاذ ياسر عبد العزيز الصحفي بالاخبار، ويعني ناقشنا الموضوع وايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، ويعني كل ده بيتم والمشاكل دي كلها بتتم، وفريق كره القدم بيستعد لمباراه السوبر. بالنسبه للزمالك نفس القصه، فريق برضه بيستعد لمباراه السوبر مع مستر فيريرا. الامور اهدى شويه في نادي الزمالك، ولكن على مستوى المجلس الاداره الامور ساخنه جدا. في بعض المشاكل يعني تابعناها امبارح واول ما بين شريف منير حسن، رغم انه اعتذر امبارح للمستشار مرتضى منصور، ولكن المستشار مرتضى منصور عايز ياخد قرار ضدهم بالتجميد في الفتره القادمه، شريف منير حسن ومصطفى سيف العماري. ونتمنى ان المشاكل ما تبقاش. طيب معانا الاستاذ مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور. سياده المستشار ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ لا الدنيا ولعه ليه كده اليومين اللي فاتوا دول؟ ها؟ موضوع مصطفى سيف وشريف منير، مصطفى ولا شايل بال ولا شايل بال المجلس، احنا كنا مركزين. عندنا ماتش ان شاء الله بعد بكره، الفريق مسافر، عندنا بطوله كبيره. صوت حضرتك بعيد يا استاذ مرتضى، يا ريت تتصل بيك على الارض. طيب ماشي، اقفلوا كده يا جماعه معلش بعد اذنكم، كلموا الاستاذ مرتضى على التليفون الارضي، نساله برضو على الزمالك. والاستاذ مرتضى بيقول ما عنديش مشاكل، نساله على فريق كره القدم والاستعداد لمباراه السوبر طبعا يوم الخميس القادم. بعثه الزمالك هتطير للامارات يوم الاثنين، والفريق هيأدي 3 تدريبات في الامارات، في العين اللي هو الاماره اللي هيتلعب فيها المباراه او المحافظه اللي هيتلعب فيها المباراه، اماره العين. مستر فيريرا بيمنع جميع اللاعبين من التصريحات، طيب عشان تركيز بقى في المباراه القادمه. استاذ مرتضى ازاي حضرتك يا استاذ مرتضى؟ كريم ازاي؟ الله يخليك. كده الصوت حلو قوي. الحمد لله تمام. انا افتكرت صوت حضرتك رايح من الزعيق ولا لا حاجه. لا 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 مفيش مشكله خالص. طيب فكنت بكلم حضرتك يعني بقول لك من نومي، ده ميعاد نومي فهو افتضني برضه يعني. طيب ماشي. يعني كنت بكلم حضرتك على اليومين اللي فاتوا دول، شفت شويه مداخلات كده وشويه مشاكل واحتقان والكلام ده بالنسبه لموضوع مصطفى سيف وشريف منير حسن، ومش عارف يعني كنت لسه بقول شويه بقول ان حضرتك عايز تجمدهم او توقفهم من مجلس الاداره، فعلا الكلام ده؟ مفيش مشاكل خالص، المجلس مستقر ومجلس محترم ومش هشغل بالي لا انا بالمجلس الاخ اللي اسمه مصطفى ولا بولي امره. في مجلس اداره محترم اجتمع النهارده وخد قرارات محترمه ان شاء الله تعلن باذن الله بعد ماتش السوبر. اتمنى برضو ان الاهلي يرجع تاني يستقر، واكلم بجد من قلبي لان اللي شفته النهارده قدام النادي الاهلي شيء محزن. مش الجماهير اللي هتدير مجلس الاداره، بقول الكلام ده بصفه رئيس لجنه الانديه، لازم الجمهور يعرف انه جمهور، ولازم المدرب يعرف المدرب، ولازم عضو مجلس اداره يعرف انه عضو ومش دعوه بالاجهزه الفنيه. لو كل واحد عرف دوره يا كريم المركب كله هيمشي ان شاء الله. لكن المشهد اللي انا شفته النهارده قدام النادي الاهلي، ارحل 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 للاخ الاستاذ محمود طاهر، نفس المشهد ده اللي اتعمل مع ممدوح عباس لو تفتكر من الالترس. وده العفريت اللي بتربيه في بيتك وبعدين بياكلك، وده اللي احنا قلناه قبل كده. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور الزمالك جمهور عظيم. الاهلي ده عيال بلطجيه ما لهمش قيمه، احنا اللي كبرناهم رجعهم حجمهم الطبيعي، نمله ملهاش قيمه. احسن قرار يمكن النادي الاهلي خده، مش عشان مسبيه ولا ما دخلش في اقتصاد النادي الاهلي، انه خد قرار انه مش الجمهور هو اللي يجيب المدرب. وده عندنا على فكره لما حصل في فيريرا ده ولا فيرا اللي كان في الكويت لو تفتكر، وعملوا هاشتاج ما اشتكش وترى وهاتوا لنا فيرا ولا ما فيش كلام ده. في مجلس اداره محترم بياخد قرار ما بيرجعش فيه. انما المشهد اللي انا شفته النهارده كان شفته عند حازم امام في قناه الحياه قبل ما انام، مشهد محزن ومؤسف ولا يليق انه يبقى ده جمهور النادي الاهلي. وجمال عموميه اللي جابت محمود طاهر، هي بتمشي محمود طاهر مش 200 او 300 او حتى 10,000 واحد في الشارع.
والكلام ده بقوله هنا بينطبق هنا. اما عندنا طبعا بقول لك ما عنديش مشكله. حضرتك قلت في قرارات مجلس اداره خدتوها النهارده ان شاء الله. ايه بقى القرارات؟ لا ده القرارات لن تعلن الا بعد السوبر. لان كلنا مركزين في ماتش السوبر، انما اللي غلط هيتحاسب. ودي مؤسسه محترمه، يمشي مرتضى يجي مرتضى، مؤسسه محترمه، ما ينفعش حد يتطاول على حد، ما ينفعش حد عايز يدير المجلس بمزاجه. ما ينفعش احمد مرتضى هو عضو مجلس اداره ومرتضى بره يحصل المشكله بينهم كمال درويش، ومرتضى يروح طالع شاتم كمال درويش. لا حضرتك عندك مشكله، قلنا قبل كده كريم، في مجلس الاداره. قصه اولياء الامور دي انتهت الى الابد، لن يسمح بها، واللي غلط هيتحاسب. انما ان شاء الله كلنا مسافرين باذن الله. طيب معلش.